السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع أبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية من موقع بوست، والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان: سياسيون وناشطون يعلقون على استهداف الناشطة اليمنية توكل كرمان. ويقول الموقع بوست: توالت ردود الأفعال من قبل السياسيين والناشطين والإعلاميين ورجال النخبة في اليمن حول الاتهامات التي وجهتها صحيفة عكاظ للناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل عبد السلام كرمان، والتي اتهمت فيها الأخيرة بالطعن الشرعية ودعم الانقلابيين. ويتابع الموقع بوست: أثارت تلك الاتهامات استهجان واستغراب الكثير من السياسيين والناشطين والإعلاميين والمثقفين في اليمن، معتبرين هذه الاتهامات إهانة لنضال اليمنيين طيلة السنوات الماضية، كون الناشطة كرمان تولت قيادة الموجة الثورية ضد الاستبداد والفساد، حتى أنها استحقت نظير دورها الثوري والنضالي جائزة نوبل للسلام. وينقل الموقع بوست عن سفير اليمن لدى بريطانيا الأمين العام السابق لحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان قوله: إن توكل كرمان ستظل في ذاكرة اليمنيين، تلك الثائرة التي ظلت تجوب صنعاء طولا وعرضا في زمن الجمود السياسي، تستنهض الجميع للثورة على النظام السياسي الفاسد والواقع المتخلف. وأضاف ياسين: إن كرمان سجلت اسمها بجدارة في سجل قادة التغيير. وإلى موقع التغيير نت، والذي جاء فيه 15,000 جريح في تعز، منهم 94 جريحا نالتهم الإعاقة. وفي التفاصيل يقول الموقع: استغرب محافظ محافظة تعز علي المعمري والسلطة المحلية من المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والموالون لها من قوات المخلوع الصالح من استغلال مأساة جرحى تعز ومحاولة التكسب من ورائها. وأكدت السلطة المحلية في المحافظة برئاسة المحافظ علي المعمري أنها تتعامل مع ملف جرحى تعز كأولوية ملحة، وتتابع كل تفاصيله بكل مسؤولية وجدية، وتوليه كامل الاهتمام والرعاية لإيجاد حلول جذرية. وقال المعمري في بيان: إن جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هم أوصمة شرف وفخر على صدور جميع أبناء محافظة تعز وكل أبناء اليمن. رباعية اليمن الخائبة، تحت هذا العنوان كتب عارف أبو حاتم مقاله المنشور في موقع بوست، وقال الكاتب: كان شيئا مخزيا من الناحية السياسية أن يناقش الغرباء قضية وطنك الذي تحمله على كتفك كرتبة عسكرية، وينحوك جانبا كمرافق يقف خلف مرشال، عليه الآن الانتظار خلف عتبات الكبار، وبوجه منكسر عليه أن يبتسم حين ينتهون من اجتماعهم، عسى أن يجود عليه بقليل من تراب الوطن ينام عليه. رباعية الأربعاء الماضي بلندن كانت نسخة هجينة من رباعية فلسطين التي لم تحق حقا أو تبطل باطلا، كانت مسخا عبثيا مر فوق جسد اليمني المتهالك، وربت عليها بنصيحة: سلم أمرك للحوثي اليوم وسينصرك الله غدا. الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بلندن لبحث حل لأزمة اليمن غاب عنه ممثل اليمن، ولأن المعني بالأمر خارج سياق اهتمامات المجتمع الدولي والإقليمي، فقد خرج وزراء خارجية الرباعية ببيان كان أشد وطأة من قذائف الحوثي وتدليس المبعوث الأممي وتواطئ المجتمع الدولي مع الميليشيات التي دمرت وطننا وحلت برلماننا وأسقطت حكومتنا وفجرت معظم بنيتنا التحتية، وصادرت أحلام جيل يعيش الخيبة وأجيال سترث الرماد والخراب دون مراعاة لمشاعر شعب مجروح في كبريائه، وشرعية تبحث عن حقها الدستوري باعتبارها الممثل الوحيد لإرادة الشعب اليمني. ذهبتم تتحدثون عن حكومة وحدة وطنية، أي حكومة هذه التي يمكن أن تأتي قبل استعادة الدولة ومؤسساتها من قبل مغتصبيها؟ الجيش والأمن والقضاء والبنك المركزي
والوظائف العليا ومقرات الوزارات والهيئات والمصالح كلها بيد ميليشيا الحوثي. عودوا يعد الحق لأهله، فالأرض تقاتل مع أصحابها كما يقول المثل الإنجليزي. ينقل موقع عدن الغد عن نائب وزير التربية والتعليم عبد الله لملس تحذيراته من مغبة انتحال صفة طلاب من قبل آخرين والجلوس بدلا عنهم لأداء امتحانات الثانوية العامة. وقال لملس في تصريح لصحيفة غد عدن الغد: بلغني أن هناك الكثير من طلاب ثالث ثانوي رفعت أسماؤهم من قبل المحافظات وسلمت لهم أرقام الجلوس على أساس أنهم طلاب منتظمون في مدارسهم في الداخل، وهم في الأصل خارج الوطن منذ أكثر من عام. والكارثة والمصيبة أن هناك من سيدخل الاختبارات بأسماء هؤلاء الطلاب الغائبين وسيختبر بدلا عنهم. وأضاف النائب: نحمل مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات المحررة هذه المسؤولية الجسيمة، وعليهم تكليف الموجهين بالنزول للمدارس للتأكد من أسماء جميع الطلاب التي صرفت لهم أرقام الجلوس. وهدد نائب وزير التربية والتعليم: ما لم تتخذ الإجراءات السريعة والعاجلة من قبل مدراء مكاتب التربية في المحافظات المحررة لمعالجة هذا الخلل، ستكون لنا معهم وقفة صارمة وسنتخذ إجراءات قاسية بحقهم. موقع يمن مونيتور عنوان: الحكومة تطالب بإدراج 32 شخصا من قيادات الحوثي صالح في قائمة العقوبات. وفي التفاصيل نقلا عن تلفزيون الجزيرة: إن الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة بإدراج أسماء 32 شخصا من قيادات ومقاتلي الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات الدولية. وذكر التلفزيون أن الحكومة اليمنية أبلغت بان كي مون في رسالة رسمية بأسماء 32 شخصا تقول إنهم متورطون في المجزرة التي ارتكبها الحوثيون وقوات موالية لصالح في مدينة تعز في 3 يونيو الماضي. وأضافت الجزيرة أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن خلص بعد إجراء تحقيقات في الواقعة إلى تحميل ميليشيا الحوثي وصالح المسؤولية عن المجزرة. ومن الأسماء التي تضمنتها رسالة الحكومة اليمنية قيادات في وحدات عسكرية سابقة، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أجهزة الأمن وجنود ومقاتلين. الحرب تغدر بالصيادين. تحت هذا العنوان كتب فاروق الكمالي مقالا لخص فيه حالة أكثر الفئات تضررا من الحرب والتي لا يتم النظر نحوها. وقال الكمالي: قديما قالوا أن البحر غدار، وفي اليمن البحر صديق للصيادين ومصدر رزقهم، ولم يغدر بهم يوما بل غدرتهم الحرب. إنهم فئة منسية في هذه الحرب المجنونة، ولا أحد يذكرهم أو يكاد يتذكرهم، وهم يغرقون في البطالة والمعاناة، والقليل منهم رغم الحرب وانعدام الوقود يغامر ويذهب للصيد في ظل المخاطر لينتهي بهم المطاف غرقا أو في سجون أريتريا. توقفت أعمال الصيد لدى الصيادين في السواحل اليمنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج السمكي بنسبة 50% وخروج 65% من الصيادين من المهنة لأسباب تتعلق جميعها بتداعيات الحرب الراهنة بحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة. والمعاناة تطال أكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاع الصيد ويعيلون نحو 1 مليون شخص، وقد سجلت أوضاعهم المعيشية تدهوراً ملحوظاً وفق الجمعيات العاملة في هذا المجال. ولم تقتصر أضرار الحرب على الصيادين فحسب، بل طاولت نحو 650 ألفاً من العمال العاملين في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الأسماك والذين فقدوا أعمالهم. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد جاء إعصار تشابالا وميك اللذان ضربا المناطق الساحلية في اليمن أوائل نوفمبر 2015، وتسببا في تدمير الأصول الإنتاجية والبنية التحتية وأدوات الصيد، وتضرر 1628 قارب صيد و956 محركا و19 موقعا لمصائد الأسماك وتعطل النظام البيئي السمكي. ولا يزال عشرات الصيادين محتجزين في أريتريا.
إلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: هل تجدي المهلة الكويتية بحلحلة الصراع اليمني؟ وفي التفاصيل: أسبوعان لا أكثر مهلة حددتها الكويت لأطراف الأزمة اليمنية للوصول إلى اتفاق. يأتي ذلك بينما عاد عدد من وزراء الحكومة الشرعية إلى عدن للعمل من الداخل، وتزامن مع وعد رئيس الوزراء أحمد بن ضغر بأن تشهد الأيام القليلة القادمة تغيرا سياسيا وعسكريا تعيد جبهة حرض إلى واجهة الأحداث الأكثر سخونة. ومن عناوين الموقع: مصدر نفطي، شركتا النفط ومصافي عدن تنهيان توقيع عقود استيراد ومشتقات نفطية الجديدة من الخارج وتستعدان للمناقصة القادمة. موقع المصدر أونلاين نقل عملية نوعية للقوات الأمنية في حضرموت وعنوان: قوة متخصصة بمكافحة الإرهاب تعتقل قيادي في القاعدة واثنين من مرافقيه بحضرموت. حيث قال مسؤول أمني للمصدر أونلاين أن قوة أمنية تابعة لقوات النخبة الحضرمية في المنطقة العسكرية الثانية داهمت مستوصف بن زيلع وسط مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت، واعتقلت رجلا مصابا يدعى محمد الماربي العولقي. وأضاف للمصدر أونلاين: تم اعتقال اثنين من مرافقي الماربي أثناء مرافقتهما له في المشفى الصغير الذي انتقل إليه قبل أسابيع. ومن العناوين أيضا: الحوثيون يغلقون المنفذ الغربي لمدينة تعز وقتلى وجرحى في مواجهات عنيفة. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من الصحف الكويتية وتحديدا من صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت: الحكومة اليمنية لا خلاص إلا بسحق العدو والحسم السياسي والعسكري للتمرد خلال أيام. وقالت الصحيفة في مؤشر على أن حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تتجه إلى الحسم العسكري ضد قوات الرئيس السابق صالح وميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال. أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن ضغر أن الوضع السياسي والعسكري في بلاده سيتغير خلال الأيام المقبلة. وتستند الصحيفة إلى ما قاله رئيس الوزراء والذي أكد أن الجميع معني بالدفاع عن كل شبر في اليمن، والعدو متربص بأبناء اليمن ولا خلاص إلا بسحقه، والوضع سيتغير في الأيام المقبلة على الصعيد السياسي والعسكري، في إشارة إلى جماعة الحوثي وصالح. ميدانيا، تنقل الصحيفة الكويتية عن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في جبهة كرش بمحافظة لحج قائد نصر ردفاني قوله: مقاتلو المقاومة الشعبية الجنوبية خاضوا قتالا عنيفا مع قوات صالح والحوثي بمنطقة صوفع قرب منطقة كرش بعد محاولة المتمردين فتح ثغرة في صفوف المقاومة. تنقل صحيفة القدس العربي عن من قالت أنه قائد عسكري رفيع قوله: إن القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي جاهزة للحسم العسكري في اليمن منذ العام الماضي، ولكنها كبلت بالمسار السلمي الذي فرضته الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية، ولذا أصيبت التحركات العسكرية بالجمود. وقال المسؤول العسكري الذي تحدث للقدس العربي: الانقلابيون من ميليشيا الحوثي وقوات صالح غير جادين في وضع حد للحرب وجنوح للسلم، ولذا تعمدوا إضاعة كافة الفرص التي طرحت في جولات مباحثات السلام اليمنية السابقة في سويسرا وحالياً في الكويت. وأضاف أن الميليشيا الحوثية نشأت وترعرعت خلف البنادق وتشعر أن حياتها قائمة على حمل السلاح وأنها لا يمكن أن تعيش بدون ذلك. وقال: لا يرجى من الانقلابيين الحوثيين أن يجنحوا للسلام في مباحثات الكويت، وواثقون بأنهم غير جادين في التوجه نحو تحقيق ذلك،
وما تبقى من الوقت الذي لا يتجاوز أسبوعا من هذه الجولة التي وصفت بالفرصة الأخيرة لن يكون كافيا وكفيلا بتحقيق أي نتائج نحو إحلال السلام في اليمن. وأوضح أن الانقلابيين يعتقدون أنهم يكسبون الرهان من خلال إضاعتهم للوقت في مباحثات السلام لإطالة أمد الأمر الواقع على الأرض بقوة السلاح، ويتوهمون أن القوة الحكومية لا تستطيع حسم المعركة عسكريا. إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت الكويت نقاط بالمشاورات اليمنية تؤسس لاتفاق قريب، وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله وفقا للصحيفة إن اتصالات كثيفة ومتواصلة بشأن المشاورات اليمنية توصلت إلى نقاط تؤسس لاتفاق قريب يحل الأزمة في اليمن. وأضاف الجار الله تقريبا اليوم يكون قد مضى على المشاورات أسبوع ويبقى أسبوع آخر تتبلور فيه الأمور، ومن خلال الأسبوع الماضي حدثت اتصالات كثيفة ومتواصلة وهناك نقاط يمكن أن تؤسس لاتفاق قريب. وأشار إلى أن قرار المهلة الزمنية بأسبوعين اتخذ بالتوافق مع اليمنيين، وقال أمضينا أكثر من شهرين دون الوصول إلى نتيجة وكان لابد من تحفيزهم، ف15 يوما أعتقد أنها كافية. في رده على السؤال إن كانت المهلة نهائية قال الجار الله لا أستطيع القول إنها مهلة نهائية أو قابلة للتجديد، والأطراف اليمنية قد تفاهمت المدة وكذلك السيد إسماعيل ولد الشيخ والجميع يدرك أهمية تحديد الوقت لحسم الأمور. وقال إن هذا القرار لن يؤثر سلبا على المشاورات اليمنية، وتصورنا أن يعطي هذا القرار المزيد من الإيجابية للاتفاقية. ضيوف بيان بين التزامن والتوالي، تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب الحلول التي يطرحها المبعوث الأممي تصطدم بصخرة صماء من عناد أنصار الله معتمدين على آلتهم العسكرية وميليشياتهم وبطشهم غير المسبوق بخصومهم، وهم في هذا يستنسخون تجربة حزب الله في لبنان الذي يمارس سلطة فعلية على الأرض ويطيح برغبات وأمال اللبنانيين ملتحفا شعار المقاومة وفارضا أعجب المفردات السياسية الثلث المعطل، وبهذا يتمكنون من السيطرة على القرار السياسي رغم عدم أحقيتهم. في الطرف الآخر الشرعية لم يعد خافيا قدر الكسل اتجاه تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية لأن بعدها يحجب عنها المشاريع الوطنية التي لا تتحقق بإصدار التوجيهات والقرارات عن بعد، وهذه المسألة تصيب مصداقيتها عند المواطنين، ولعل في تعز النازف المثال الفاضح لفشلها في اكتساب ثقة المواطنين الذين منحوها دماءهم وأرواحهم. فلم تقابل ذلك إلا بمزيد من التجاهل والصمت وإصدار بيانات التعاطف وما يجري في تلك المدينة الأعلى في نسبة مثقفيها والأنضج سياسيا وتعليميا، وأكثر من قدم لليمن جنوبا وشمالا صار يرتد إلى جسد الشرعية ويجعلها مجرد شعار أجوف لا يعني المواطنين غيابها أو بقائها. وبلغت المأساة مداها أن أقدم شاب من جرحى أفراد المقاومة على الانتحار بعد أن أصابه اليأس من نقله ليتلقى العلاج خارج تعز المحاصرة من جماعة مسلحة، فقدت الإحساس بانتمائها وانتماء هذا الشاب إلى وطن واحد، بينما يعاني جرحى تعز الذين قصفتهم ميليشيات الحوثي من إهمال الشرعية، فلا هي أعانتهم على المقاومة ولا هي تكفلت بعلاجهم ولا قامت بمساعدة أسرهم التي تعاني من قتال الأشقاء. صحيفة البيان الإماراتية عنونت 50 قتيلا من الميليشيا في معارك حرض. تقول التفاصيل تواصلت المعارك العنيفة على جبهة حرض بمحافظة حجة اليمنية، حيث حققت قوات الشرعية انتصارات إضافية في المواجهات التي أسفرت عن مقتل 50 من الميليشيا ومصرع قيادي ميداني. وأوضح مصدر عسكري بعمليات المنطقة أن المعارك العنيفة تجددت، حيث قامت مدفعية الجيش بقصف تحصينات الميليشيا بالمدفعية الثقيلة، كما قصفت طائرات دول التحالف مواقعهم خلف الجمرك القديم وسط تحليق مستمر للطائرات لتقديم الدعم
للقوات الحكومية. تتابع الصحيفة: استهدفت طائرات التحالف تعزيزات للميليشيا في منطقة العند التابعة لمديرية مستبة جنوب شرق حرض، حيث كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات في جبهة حرض، وتم تدمير التعزيزات وشوهدت النيران مندلعة بالآليات. صحيفة الخليج أيضا تناولت معارك حرض وعنونت: قائد عسكري للخليج، استعادة حرض تمهد الطريق إلى صعدة. حيث أكدت مصادر عسكرية مسؤولة أن الحملة العسكرية الموسعة التي دشنتها قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في محافظة حجة تندرج ضمن خطة تحرير صنعاء. وقال العميد صالح عبد الرحمن العزاني أحد القيادات الميدانية في الحملة العسكرية الموسعة الهادفة إلى استعادة السيطرة على منطقة حرض الحدودية في تصريح للخليج، إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما في تنفيذ خطة تحرير مديرية حرض التي تعد من أهم المنافذ الحدودية التي تربط اليمن بالسعودية. وعن تطورات الأوضاع الميدانية في مختلف المحافظات اليمنية عنونت صحيفة العربي الجديد: قتلى بمواجهات وغارات في حجة وتعز ومأرب. ومن التفاصيل نقرأ: سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح جراء مواجهات مع قوات الشرعية وغارات جوية للتحالف في محافظات حجة وتعز ومأرب. وفي تعز أعلنت مصادر المقاومة الشعبية مقتل 8 وإصابة 12 آخرين من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع جراء مواجهات تقدم خلالها أو تقدم خلالها المقاومون في منطقتي بتع والفراوش جنوب جبل العروس في مديرية صبر الموادم جنوب المدينة. وأما في مأرب أعلنت مصادر تابعة للحوثيين وأخرى مقربة من المقاومة أن مقاتلات التحالف نفذت 5 غارات جوية على أهداف مفترضة للإنقلابيين بالتزامن مع قصف متبادل ومواجهات وقعت اليوم في مناطق متفرقة بمديرية صرواح بين قوات الشرعية والحوثيين وسط أنباء عن سقوط قتلى من الجانبين. أكتب كي لا أراك، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في القدس العربي. وقال الكاتب: لقد شبه بعض الفلاسفة مهنة الكتابة بالملح، وقالوا إذا فسد الملح فلا يرتجى أي شفاء من فساد العقل والروح. كم تغيرت الدنيا وكم تبدل الإنسان منذ لحظة التقريد التي كتب عنها ديزموند موريس وهو يكشف ما تلحقه الحاجة بالإنسان، وهو أكثر بأضعاف مما نسميه في ثقافتنا صاحب الحاجة أرعن. إن الحاجة هي التي اخترعت الكذب والخوف وجعلت الآدمية حرباء تغير لون جلدها طلبا للنجاة. وإذا كان للعلم بعد أخلاقي يحصنه ضد تطوير أدوات التعذيب والتسميم الحاذق والعضوي الذي لا يكتشف، بحيث تكتمل الجريمة وتطوى في ملف ينسب إلى مجهول، فإن للثقافة أيضا مثل هذا البعد الأخلاقي، وهو الذي يحصنها ضد فقدان المناعة وأنيميا الضمير. إن من يشبهون أنفسهم في الكتابة أقل عددا مما نتوقع، لكن مثل هذا الفرز يتطلب نقدا حصيفا وذا بصيرة، لأن الحفلة التنكرية التي نعيشها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا خلطت حابل الصهيل بنابل النباح والنعيق، ويبدو أن متوالية الاستنساخ لا نهاية لها ما دامت الأصول مهددة الأشباه والأشباح معا، والتقليد اندفع إلى أقصاه فأصبح بالفعل تقريدا. ولم يسبق أن كانت الكتابة مهارة في التخفي بدلا من التجلي، حتى في الزمن الذي كانت فيه تكلفة كتاب قطيعا من العجول، يوم لم يكن الورق ميسورا كما هو الآن. هكذا أصبحت مقولة تكلم حتى أراك، أكتب كي لا أراك. فالكتابة بخلاف الكلام لا تقترن بزافير أو إيماءات جسد، والدموع فيها ليست مالحة لأنها ماء لا لون ولا طعم ولا رائحة له، خصوصا عندما تكون مجرد حرفة ومهارة معروضة للإعارة أو الإيجار. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.
Bye.